أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. اليوم سأشارك معكم طريقة مميزة لصناعة غلاف مميز باستعمال الوورد فقط. لن نحتاج إلى الفوتوشوب ولا إلى برنامج آخر، فقط إلى أشكال هي موجودة فقط على الوورد. كل ما عليكم إلا أن تتبعوا الطريقة، هي ستكون طريقة مبسطة للمبتدئين وأيضا للذين يحترفون الوورد. ستكون سهلة على الذين يحترفون الوورد، أما الذين يعني مبتدئين سيكون بعد التعب نوعا ما، ليس بالشيء الكثير. طيب، كل ما يجب أن نقوم به هو أن نرى بعض الأشكال التي يمكن أن نراها في جوجل أو في بعض الأماكن، لكي نصمم أشكال مثلها أو أننا نبدع أشكال أخرى. اليوم سنحاول أن نصمم مثل هذا الشكل. سنبدأ إلى إنسيرسيون أو إدراج باللغة العربية، الذين يضعون الوورد بالعربية، ثم نذهب إلى فورم أو الأشكال، ثم هنا نجد أشكال مختلفة ومتنوعة من الأشكال. سنختار الأشكال التي نريد. هناك أشكال التي استعملتها في الأول تكون في البداية، وهناك أشكال خطوط، وهناك أشكال يمكن أن نصممها بأنفسنا لن نحتاج إليها. وهنا نجد مجموعة من الأشكال. هذه الأشكال موجودة، لكن القليل من يستعملها والقليل من يستعمله. طيب، سأختار أنا شكل من الأشكال. سأبحث عن الشكل الذي سيلائمني. هنا أنا أبحث هنا عن الشكل الذي يمكن أن أستعمله. هذا هو الشكل الذي سأعتمد عليه الآن. أضغط عليه ثم أحاول أن أمدده هنا وهنا، وبعد تمديده أحاول إزاحته إلى اليمين حتى لا يظهر منه الجزء الآخر، ثم أنسخه وألصق كوبي كولي. بعد ذلك أحاول أن أصمم أو أنسق بين الأشكال حتى تظهر لنا مثل الموجود في الصورة. هكذا سنحتاج فقط لهذا حاليا، سنحتاج إلى مثل هذا الشكل. بعد ذلك سأضع مرة أخرى لصق، ثم نفس الشكل وأضعه في الوسط. تبدو العملية وكأنها سهلة، وفعلا هي ليست بصعبة، فقط تحتاج إلى قليل من الصبر. ثم ننسق الأشكال هكذا بهذه الطريقة. نحاول أن تكون الخطوط متناسقة مع بعضها البعض. بعد ذلك سأذهب إلى أشكال، ثم أختار شكل آخر الذي سيكون باللون الأسود، بنفس الشكل اللون الأسود. سأبحث هنا، أبحث فوجدت هذا الشكل. سأختار هذا الشكل. يمكنك أن تستعمل مستطيل، ربما حتى مستطيل ستجده يعني جيد في هذه المنطقة. سأمدده هكذا. ثم هناك نقطة خضراء، يعني هذه النقطة الخضراء بها يمكن استدارة الشكل. ثم نمدد هكذا، نمدد يمين على شمال، ثم نقول أن هذا الشكل نريد أن يكون في الأعلى، ليس هنا، إنما انظروا في الأعلى فورم ستجدوا هنا متر أو برومي بلون، يعني هنا يمكن أن نضعه في الأول، سيكون هنا في الأعلى، يعني في أعلى القائمة، يعني سيصبح في الأعلى. جيد جدا، ممتاز. سنضعه أيضا في الأول لأنه يبدو أنه ليس في الأول. بعد ذلك
سنمددها كذا. هذه ستكون في الشمال، هذه الأخيرة في الخلفية. الآن نحاول التنسيق في الشكل، أهم شيء الآن هو تنسيق الشكل، يبدو الشكل حتى يبدو الشكل لنا كأنه متناسق. طيب أنا أضفت هنا مثلث، هذا المثلث يمكن استدارته بهذا الشكل. أنسخه ثم أضيف هكذا، سأحذف هذا الشكل لأنه ظهر في هذه الأسفل وسأعيده هنا. هنا الأشكال صارت يعني جيدة. أذهب إلى أشكال ثم أخذ شكل الدائرة، شكل الدائرة هنا، أحاول أن أضع مثلث، هذا المثلث سيكون فوق مستطيل، ليس هذا المستطيل، مستطيل آخر، يعني مستطيل بدون حواف، يعني أن يكون مستطيل أو مربع، يمكن هكذا نمدده بهذا الشكل. بعد ذلك سنأخذ هذا الشكل نصف دائرة، نحاول أن نضعه في الوسط لكن لن يسهل علينا أن نفعل له هكذا، سنخرجه ثم نحاول أن نضع هكذا، يمكن التحكم فيه. سندخل في الوسط هنا، سنحاول أن نصنع بيتا. هذه الأشكال يمكن أن تجدها على في جوجل، ولكن أنا وضعتها هنا فقط. سأضع هنا غوبي، هذه الأشكال سنجمعها. انظروا في الأعلى هناك فورما غوبي، وذلك بالضغط على يعني سيليكسيوني المثلث وغير ذلك، يعني بالضغط على كنترول ثم الزر الأيمن من الفأرة، ثم نصغر هكذا الشكل، سيصبح لنا مجمع يمكن أن نتحكم فيه وكأنه شكل واحد. نعم صار الآن شكل واحد. هنا سنضعه في الأسفل، سنأخذ الدائرة ثم نقول أنها كولي نسخ لصق نسخ ولصق لكي تكون الدائرة تقريبا نفس الشكل. نسخ مرة أخرى ثم نضعها. الآن سنحاول أن نصنع من هذه الدائرة وأن نضع فيها، لا ليس هنا، سنذهب هنا ونكتب F فيسبوك. هذا الشكل سنحاول أن ننسخه، كوبي ثم نذهب هنا ونضع أجوتيد تكس أو إضافة نص ثم نفعل كولي. هنا يصبح الشكل بهذه الطريقة، سنحاول تمديده هكذا. ثم سنضعه في الوسط.
هنا في الصفحة الرئيسية سنضعه في الوسط. هنا سنحاول أن نضع هذا مثلا اليوتيوب مثلا. هذه فقط أشكال لتعرف أنه من السهل القيام بهذه الأمور، يعني ممكن أن تضع اللوجو، ممكن أن تضع أشياء أخرى، كثير من الأشياء يمكن أن تقوم بها، فقط هي لترى أنه هناك إمكانية للإبداع. هكذا سنختار الألوان هنا باللون الأحمر. هكذا صارت تشبه اليوتيوب، شعار اليوتيوب. وهنا هذه تشبه شعار، سنحاول أن تشبه شعار الفيسبوك. هكذا الآن اللون سنختار هذا اللون. وهذا الشكل الآخر، سنحاول تنسيق الألوان لكي تبدو بشكل جيد. سنختار لون معين، سنختار مثلا هذا اللون لأنني لا أعرف هذا الشكل ما هو، لكن أريد فقط أن أضعه لكي أبين كيف يمكن بناء منزل. سنجمع نفس الشيء، سنجمع، نحاول تجميع كل الأشكال حتى تصبح شكل واحد. نفس الشيء هذه لا يمكن تجميعها، حتى سنحاول أن تجميعها ولكن لا يمكن تجميعها. لماذا؟ لأنها ليست بشكل فائف، ليست بشكل. الآن عندما قمنا بتجميعها يمكن أن نصغرها، نكبرها كما نشاء، وكأنها واحد، المثلث والدائرة كأنه واحد. نفس الشيء بالنسبة لهذه، سنصغرها ونكبرها هكذا. هكذا سنصغر. الأشكال عندنا متناسقة لكن يبدو أنها غير متناسقة بشكل جيد. سأحاول سأضيف شكلا آخر، وهو ذاك الخط الذي يبدو لنا في ذاك الخط نسيته. أيضا هناك شكل آخر نسيته لم أضعه، سأضع ذاك الشكل، أبحث عنه هنا، أين سأجده؟ ها هو موجود هنا. هذا شكل العنوان الذي سيكون في العنوان بهذه الطريقة. جيد جدا، الآن كل الأشكال موجودة. سنقوم بعد تنسيق طفيف. تبدو كأنها أكبر من المثلث. هنا سنبدأ بالألوان. هذه أشكال عندك، ستجدها عندك أكيد، ستجد عندك عدة أشكال. ليست عندك، يمكن أن تبحث عنها في جوجل، يعني تبحث عن الألوان، عن صور، عن أي صور. مثلا أنا سأختار هذه الصور التي وجدتها في الجوجل، سأختار مثلا هذا الشكل. هناك الأزرق المخطط، ستجد كتب الأزرق المخطط، تجد مثل هذا الصور. نفس الشيء بالنسبة للشكل الآخر، هذا الشكل هكذا. بالنسبة للشكل الآخر الأسود، يبدو لي كأنه صارت سوداء بشكل آخر. سأختار اللون هنا، أحتار في الألوان.
وأحصره في الألوان، يعني الشكل يمكن أن تجد مجموعة من الأشكال، ولكن في اختيار الألوان هنا يجب أن تكون نوعا ما محترف في هذه الألوان. مثلا سأختار هذا اللون هكذا، لا أعرف كيف ستصبح، سنرى من بعد. بالنسبة لهذا الشكل سأختار صورة، فأضع صورة مثلا، هذه الصورة السوداء لكن تبدو أنها غير جيدة، سأضع صورة أخرى. هنا يمكن اختيار الصورة التي تريد، يعني صورة موضوع بحثك. أنا ليس لي موضوع، يعني ليس هناك أي موضوع لهذا الغلاف، فقط أريد يعني الهدف هو معرفة كيفية تصميم غلاف، يعني اختر الغلاف الذي الشكل الصورة التي تريد. نعم، ثم نختار هذه الألوان. هنا نكتب أشكال، نكتب كتابة. هنا في عند الكتابة سنذهب إلى زوندو تكس أو إضافة نص. إضافة نص أحسن من أنك ستضع يعني أجوتيد تكس في الشكل، سيسهل التحكم فيها. سنكتب نفس العبارات التي كتبتها هنا، مثلا صمم غلاف مميز باستعمال الوورد، ثم أذهب إلى انسيرسيون، سأضلل الكل ثم أذهب إلى انسيرسيون نعم هنا انسيرسيون، ثم أقوم بتصميم عوض صميم غلاف، تصميم غلاف مميز هنا فليكن بهذا الشكل. سأحذف كل تلك الأشكال، فالأخضر له لون بالنسبة لل يعني بالنسبة لشكل الغلاف أو العنوان. العنوان يمكن أن نبدع فيه، أن نضيف فيه أيضا صورة. إذا وضعته بهذا الشكل يمكنك أن تضع فيه صورة، ممكن أنك تضع فيه. يعني هنا تصبح يعني متمكن من تعديله. سنحذف الحدود، سنضيف شكل هنا، فلنضع هنا وورد، أوكي. يصبح من الصعب إضافته إلى العنوان، سنحاول إضافته لكن سيكون من الصعب يعني أن نحاول تمديده. سنقوم بكوبي ثم نضع زوندو تكس. زوندو تكس يمكن التحكم في زوندو تكس، على عكس إذا أضفت شكل هكذا وتركته. فلنضع هكذا زوندو تكست ثم أكتب نفس الشيء. وإن كانت العملية يعني من هذه الأخطاء، أريد أن أنبهكم لبعض التجارب التي قد تقومون بها في محاولة إلى القيام بهذه. وورد، أوكي. ثم طيب، سأكمل بنفس العملية. إذا أعجبكم التصميم أو أعجبكم الغلاف وأردتمه، ما عليكم إلا التعليق على هذا المنشور، وبعد ذلك سأنشره. سأعطيكم رابط تحميل هذا الغلاف. سأتمم بنفس الطريقة، ألتقيكم في الأخير إذا كان هناك شيء سنتحدث فيه.
هكذا كي لا تحسوا بالنوم.